تعالوا بقى قبل ما نختم حضراتكم الجزء ده من حلقتنا النهارده، تعالوا نشوف ايه الاخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه مريم سميح. مريم موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الخيرات عليك يا مريم، اتفضلي احنا سامعينك. مريم صيف التاني ولا ايه؟ صباح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا هيكون فيها يعني هذه الجوله كل الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى. الحقيقه النهارده ان احنا يعني الاخبار اللي معانا محمله باخبار سعيده، او نقدر نقول ان هي اخبار اهلاويه صميمه. امبارح كان يوم اهلاوي يعني بحت. الحقيقه انه كل الفرق الرياضيه الاخرى حققت الفوز في كل المباريات اللي خاضتها طبعا مساء امس، ولكن خلينا طبعا نبدا بالاهميه للفريق الاول لكره القدم. الحقيقه ان احنا معانا برضو الحقيقه يعني عده اخبار سعيده جدا بالنسبه للمصابين، وعايزين نطمن جمهور النادي الاهلي ان الفريق هيكون يعني كامل كل لاعبيه خلال الفتره المقبله، وده اكيد يعني بيدل على ان هيكون في اداء قوي جدا خلال الفتره المقبله. الحقيقه ان المران النهارده لليوم اليوم الثاني على التوالي كان في الفتره الصباحيه بدا في تمام الساعه 10 صباحا، والحقيقه ان هو مستمر حتى يعني هذه اللحظات داخل ملعب مختار التتش. الحقيقه طبعا كل هذه التمارين او يعني مران النهارده ومران امس وخلال الايام المقبله كمان، ده استعدادا لمباراه طبعا كاس مصر او يعني مع المقاولين العرب اللي هتقام طبعا يوم الاحد المقبل على استاد الاهلي والسلام. خلينا بقى يعني نقول الاخبار المفرحه لجمهور النادي الاهلي فيما يخص كل المصابين. الحقيقه يعني يمكن حمدي فتحي كان امس في مران امس، الحقيقه ان هو خضع لتمرينات فرديه، ده طبعا علشان يعني يشفى من الـ 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 الشكوى اللي كانت في العضله الاماميه الخفيفه، ده طبعا لما كان بيشتكي منها خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر. الحقيقه ان حمدي فتحي النهارده شارك بشكل اساسي في يعني المران الجماعي، وان يعني يمكن مشاركته في مباراه المقاولين العرب هيكون لقرار من الجهاز الفني والجهاز الطبي. اما بالنسبه بقى لعمار حمدي، الحقيقه ان هو كان اول يوم ليه النهارده في مشاركته في المران الجماعي، والحقيقه يعني كل اللعيبه احتفلوا بيه طبعا على طريقتهم الخاصه اللي احنا عارفينها، والمران الخاص او الممر الخاص اللي احنا عارفينه طبعا اللي بيقام طبعا في اي مناسبه، وده اللي حصل النهارده احتفالا برجوع عمار حمدي مره اخرى. كمان يمكن ايمن اشرف كان النهارده اول يوم ليه بعد اصابته في الفتره الطويله الماضيه. الحقيقه ان هو عاد امس طبعا الى القاهره برفقه الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي، ده طبعا بعد ما خضع لعدة فحوصات في ألمانيا ثم في النمسا. والحقيقة إن هو عاد بالسلامة مساء أمس برفق الدكتور أحمد أبو عبلة، والنهاردة لليوم الأول بيشارك في المران الجماعي، والحقيقة إن هو هيكون جاهز إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، أو تحديدا خلال يعني أوائل شهر ديسمبر المقبل، يعني يمكن في غضون أسبوع. أيضا كمان يمكن محمود متولي بيخضع لفترة جديدة من التأهيل والتمرينات طبعا البدنيه بعد اصابته، هيكون ايضا جاهز يعني يمكن في نفس التوقيت اللي هيكون جاهز فيه ايمن اشرف خلال الفتره المقبله او على اول شهر ديسمبر كمان المقبل. كمان يمكن مصطفى شوبير لم يشارك النهارده في المران، ده طبعا علشان هو بيشارك مع ناشئين طبعا عام 2001، وخلينا نقول ان يعني يمكن مستر مارسيل كولر الحقيقه ان هو اكيد هنشوف خلال الفتره المقبله ان هو هيعتمد بشكل كبير جدا على الناشئين، لان هو الحقيقه النهارده استعان باكثر من ناشئ للمشاركه في المران الجماعي، وده طبعا زي ما احنا قلنا في البدايه استعدادا لمباراه كاس مصر مع المقاولين العرب واللي هتقام يوم الاحد المقبل. زي بقى ما قلت لكم في البدايه، الحقيقه ان امبارح كان يوم اهلاوي بكل المقاييس. الحقيقه ان ناشئين 2006 مواليد 2006 طبعا ناشئين كره القدم فازوا على نادي فيوتشر برباعيه مقابل هدف فقط وحيد، ده طبعا ضمن الجوله الثالثه في منافسات بطوله الجمهوريه. خلينا بقى ننتقل لكل اخبار الفرق الرياضيه الاخرى، والبدايه
طبعا مع سيدات طائره الاهلي اللي حققوا طبعا الفوز على اصحاب الجياد بنتيجه 3-0 في مباراه امس، واللي اقيمت طبعا على صاله ابو الهول بالاسكندريه. وعلى الرغم من ان مباراه الاهلي مع اصحاب الجياد الحقيقه كانت خارج ارضهم وفي الاسكندريه على صاله ابو الهول، ان هم الحقيقه قدروا ان هم يعني يسيطروا على مجريات المباراه كامله ويحققوا طبعا نتيجه 3-0، وفي الثلاث اشواط حققوا النتيجه ب 25-14، وده طبعا ضمن منافسات بطوله الدوري. طبعا المباراه ليهم المقبله هتكون امام وادي دجله يوم الجمعه المقبل. ايضا ناشئات طائره الاهلي تحت 14 سنه حققوا ايضا الفوز على اصحاب الجياد بنتيجه 3-0 ضمن منافسات طبعا بطوله الدوري المرتبط. ننتقل بقى طبعا للسله، وايضا الحقيقه يعني يمكن سيدات النادي الاهلي الحقيقه امبارح اكتسحوا جميع المباريات اللي خاضوها. سيدات سله الاهلي طبعا فازوا على فريق مدينه نصر بنتيجه 97-53، والحقيقه ان هم سيطروا على الفور كوارترز للمباراه. طبعا كانت مباراه قويه جدا والاهلي قدم فيها الحقيقه اداء كبير جدا سيدات طبعا سله الاهلي، ودي المباراه الثانيه للفريقين في الدور التمهيدي بطولة الدوري واللي بتقام بنظام best of three. طبعا بكده أو بهذه النتيجة يمكن سيدات سلة الأهلي اتأهلوا لدور ربع النهائي. يعني يمكن الكوارتر الأول كان بنتيجة 22-14، وكوارتر 2 كان بنتيجة 62-23، وكوارتر 3 بنتيجة 77-37، وده طبعا قبل ما ينتهي الكوارتر الرابع بنتيجة 97-53. أخيرا بقى يعني رجال سلة الأهلي الحقيقة أن هم أمامهم النهاردة مهمة يعني كبيرة جدا، طبعا في مباراتهم أمام الاتحاد السكندري في مباراة ذهاب نهائي طبعا دوري المحترفين. الحقيقة النهاردة هتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على صالة طبعا دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. الحقيقة أن ده الذهاب، مباراة الإياب أمام الاتحاد السكندري هتقام بعد غد الخميس طبعا علشان يعني يحسم الأهلي البطولة إن شاء الله، بنتمنى لهم كل التوفيق. وأيضا فرق المرتبط تخوض النهاردة المباراة، ولكن في تمام الساعة 5:30 مساء طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وطبعا أكيد هم تأهلوا للنهائي بعد الفوز على الزمالك زي ما احنا كلنا تابعنا خلال الفترة الماضية أو خلال الأيام الماضية، بعد الفوز على الزمالك وتأهلوا يمكن للنهائي بعد الفوز على الزمالك، سواء الفرق أو الفريق الأول لكرة السلة أو أيضا فرق المرتبط. طبعا دي كانت كل الأخبار اللي كانت موجودة النهاردة معانا، ويعني أكيد جمهورنا أكيد سعيد بيمكن اكتمال صفوف الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في المباراة المقبلة أمام المقاولين العرب يوم الأحد المقبل إن شاء الله. جميل كالعادة يا مريم، بنشكرك على التغطية المميزة دي، جزيل الشكر، نورتينا في حلقتنا النهاردة.